علاقتي قديمة من صغري. كان عندي مطور ثلاث دواليب، بعته وقال ما يخدمني مشيه، بعته وقال الوالد نشتري له طرازيله يترزق الله من وراه. اشترانا طرازيله ساعدوني اهل اخواني وترزق عليه، نهار نشتغل نهار ما نشتغل ويدبرها الله. طرازيله قاعد اشتغل عليه بسوق الهال، يعني ربعي من هنا يجيبون طلبات، يجيب خضره ان شاء الله، يعني طالع لي 2500 3000 4000، يعني ايش تريد تسوي؟ ما اسويش، وهالمصروف غالي. يعني اتمنى انه يكون عندي محل، يعني دكيكين صغير على قدي. طرازيله ما مشغلها مو دائم،